قرط ذهبي دائري لامع جداً. لأنه ذهب حقيقي. ومتى رأيتها آخر مرة بالضبط؟ كان القرطان في صندوق الحلي قبل الغداء. ارتديت واحداً وتأملت نفسي في المرآة. كنت جميلة جداً. وماذا حدث بعد؟ أتى أحدهم بعلب الغداء، وحين عدت، القرط الآخر قد اختفى. العلب، إذن التقط بسنديب. سنديب؟ أهذا من أوصل الغداء؟ نعم. كان القرطان معي قبل أن يأتي. فهمت، لابد أنه أخذ القرط. مينا، لسنا واثقين، ربما حدث شيء آخر لقرطك. ها هو سنديب، معذرة سنديب، أريد التحدث إليك. مينا، لا نتهم أحداً بارتكاب خطأ بينما لا نعرف ما حدث. أنا لا أريده أن يهرب، سوف أتبعه. مهلاً يا مينا. هذا ليس ترحيب جيلبور الذي تصورته. علينا الوصول لمينا قبل وصولها إليه. تشالو تشالو، فلنذهب. بكرة شرطية، أهلا بك. سنديب. آسفة أيتها المفوضة، فقدنا أثر مينا. إنها هناك. انتظري يا مينا، علينا التحدث. يتجهان إلى الغابة. ابتعد أيها الغراب، ابتعد. تفضل يا أمير فير. قطعة سموسة طازجة، ساخنة وهشة. نعم، ساخنة وهشة و... مهلاً يا فير. ساقي سموسة. سنديب! سنديب، هل أخذت قرطي؟ بالطبع لا، أوصلت غداءكم فقط، أنا لم أخذ قرطكِ. سنديب، هذه ابنة عمتي، فقدت أحد أقراطها المفضلة وهي منزعجة بشدة. أنا لم أخذه. إذن لما أسرعت بالدراجة للهرب مني؟ لم أفعل، كنت أحاول الهرب من الغراب. رأيته يتبعك بالفعل. ظل يتبعني طوال اليوم ولا أعرف السبب. تحب الغربان الأشياء اللامعة كعلب الطعام والاختراعات المعطلة. لما نتحدث عن الغربان؟ علينا التحدث عن قرطي. سنجد قرطك يا مينا. هناك شيء يتحرك بالداخل، هل يعقل أنه قرط؟ طعام. قلت إنني لم أخذ قرطك. لم ترى يا قرطاً بالداخل، صحيح؟ لا، لم نرى أقراطاً. وجدنا طعاماً وأكلناه، لذيذ. ماذا سوف نفعل الآن؟ نعود للمتجر حيث فقدت القرط ونبحث عن أدلة. سانديب، أستساعدنا في القضية؟ أساعد المحققة الملكية، هذا ما أوده، لكني تأخرت عن التوصيل وأتوه باستمرار. إن جيلبور أكبر كثيراً من قريتي. سنساعدك بتوصيل العلب في طريقنا. ستفعلون ذلك؟ بالطبع، سنتولى الأمر. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة عروضكم المفضلة.